صباح النور أساتذة والأستاذات، رجال ونساء التعليم الأشاوس. صباح النور الأباء والأمهات والأولياء. صباح النور طلبة والتلاميذ. عندي مداخلة فيما يخص بعض الردود وبعض الخرجات لبعض المسؤولين في مختلف المواقع. النقطة الثانية، عندي تعليق أو تعقيب على ما يسمى بالتجميد وعن المذكرة التي جمدت النظام المآسي. ونقطة ثالثة، عندي الآباء والأمهات. الأبناء غادي يرجعوا للأقسام، ولكن ما هي المدرسة التي سيعودون إليها؟ غادي بغيت واحد الكلمة نوجهها لكم كآباء، بما أنه دابا وقع تفاعل بينكم وبيننا حنا نساء ورجال التعليم. بالنسبة للخرجات، نبدأ بوزير التربية الوطنية اللي قال حنا بشرنا الحوار، ولكن الأيادي الخفية وهذا والأجندات. المعلمين عندهم أجندة واحدة فيها نقطتين، فيها المطالب ديالهم المشروع واللي كترجع لعشرين سنة قبل، وعندهم نقطة ثانية وهي التعليم العمومي في هذه البلاد. حنا باغيين المدرسة العمومية. المدرسة العمومية هي مركز صراع معاكم نتوما اللي باغيين تخربوها وتدمروها، وانتوما قريتو في نظام تعليمي كاع ماشي ديال المغاربة، ولادكم نتو. الأجندة ديالنا هي هادي. دابا غادي نقول الأجندات ديالك نتا وديال الحكومة ديالك وديال الطبقة اللي كتنتمي لها نتايا. عندك نتايا ثلاثة الأجندات خارجية. ما تنساش باللي نتايا كنت رئيس لجنة نموذج التنموي الجديد، أو التقرير وجهته لأول قوة خارجية. شكون هي؟ هي فرنسا، السفيرة الفرنسية. ها الأجندة الأولى. الأجندة الثانية هي التطبيع. هناك على قدم وساق سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني في مجال التعليم، توأمة بين المدارس ديالنا ومدارس هذا الكيان تحت غطاء التسامح. المغاربة دائما متسامحين مع مختلف الديانات والشعوب والأعراق والملال والنحل. المغاربة معروفين بأنهم شعب متسامح. احنا ما غاديش نجيو نتسامحوا عاد مع النظام، مع الكيان الصهيوني. احنا اليهود راه شاركوا في الحركة الوطنية، شاركوا في مقاومة الاستبداد والفساد. عندنا سيون أسيدون ها هو معانا هنا يقاوم التطبيع. عندنا السرفاتي كان مناضل وكان عنده موقف ضد الكيان الصهيوني. عندنا جاكوب كوين، وعندنا شمعون ليفي إلى آخره، كانوا مدمجين في الحياة السياسية والثقافية والتاريخية والحضارية لبلدنا. فهمت؟ كاين تبادل الزيارات بين الأكاديميين الصهاينة وبعض ضعيفي النفوس من الأكاديميين. كاين أيضا تبادل ما يسمى بال البحث العلمي. في مجال البحث العلمي كيجيو هنا الصهاينة كيسرقوا لنا لي سوش ديال البذور ديالنا، وكيوليو يبيعوها لنا بأثمان، وكيرهنوا الاستقلال الغذائي ديال بلدنا وفلاحتنا. إذن ها الأجندة الثانية. الأجندة الثالثة مع البنك العالمي، مع المراكز المالية العالمية. جبنا نظام أساسي بالمعايير ديال البنك العالمي انطلاقا من التقرير ديال السكتة القلبية ديال 95 كتطبقوا فينا انت والنقابات ديالكم.
النقابيين ديالكم فهمتي، خص الاساتذه يروتوني واحد الفكره، واحد التفصيله مهمه جدا ما كان تيروهاش. هذا اتفاق 14 يناير المشؤوم، هذا تقدم للخماسي النقابي الرباعي زائد الافينو، كانوا عاد مجموعين في سبتمبر 2022 ورفضوا توقيعه بخمسة النقابات، وأصدروا بلاغ فيه الحد الأدنى ديال المطالب ديال الرجال ونساء التعليم التي لا يمكن النزول عنها بخمسة. الوزير غضب ومشى ودار اجتماع في أكتوبر وغضب عاوتاني ومشى. في نوفمبر غيوقع واحد الحدث مهم جدا خصكم تسيزيوه نتوما المعلمين وحتى الاباء والامهات، غادي وفد ديال البنك العالمي غادي يجي للمغرب، وغادي يتلاقى مع لي باترون، وغادي يتلاقى مع الحكومه، ولاول مره في التاريخ غادي يتلاقى مع المركزيات النقابيه الممثله في البرلمان في مجلس المستشارين. وهاد المركزيات بربعه كلها لم تخبر قواعدها، لم تعقد مجالسها واجهزتها الوطنيه باش تخبرهم بهذا اللقاء المشؤوم. في هذا اللقاء البنك العالمي اعطاهم توصيات، منها توفير السلم الاجتماعي لا بي سوسيال لمساعده قال لك الحكومه لتسريع الاصلاحات تخريبات نتو مركزيات باربعه، اليو ان تي الاتحاد الوطني للشغل ديال العداله والتنميه، هادو كلهم ما مستقلينش عندهم احزابهم، الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام الشغالين بالمغرب اللي خرج رئيس مجلس، هو بعدا كيرأس مجلس المستشارين اللي خرج كيقول رجال التعليم رجعوا لاقسامكم ديروا حسن النيه نتو. وهذا راه كان من بين الناس اللي مرروا تخريب تقاعدنا، وصمة عار في جبينك انت، يقول رجال التعليم رجعوا للاقسام ديالكم، انت خربت تقاعدنا بالامتناع عن التصويت، وكنت في المعارضة ذاك الوقت ضد حكومة بن كيران في مجلس المستشارين، وعلى بعظمة لسانك قلتها في التلفازة، قلت جانا التليفون من عند شابات كان داك الوقت هو امين العام، كلشي متفقين علينا كل كاملين. والنقابة الرابعة هي الاتحاد المغربي للشغل، هادو اتفقوا باش يسرعوا مع البنك العالمي ويديروا لابي سوسيال باش يمروا التراجعات، وعلى رأسها تفكيك قوانين الوظيفة العمومية لضرب الخدمة العمومية وتسليعها وتبضيعها، هذا هو الهدف المركزي. من بعد شهر يعني في يناير ديسمبر يناير 14 يناير هذه المركزيات هي اللي غادي تقول للرباعي النقابات التابعه القطاعيه التابعه لها باش توقع الاتفاق المشؤوم. ومن جونفي حتى لسبتمبر وهما كيديروا علينا الكواليس وكيطبخوا الكواليس نظام اساسي بمعايير التي يفرضها البنك العالمي والتي تتناقض مع مصالح بلدنا وأجيالنا في تعليم عمومي مجاني وموحد وجيد، هذا هو الهدف. هنا قبل ما نمشي رئيس الفيدرالية ديال الآباء والأمهات منين تلاقاو مع وزير الداخلية مع وزير التعليم مع الحكومة خرج كيقول رجال التعليم دابا راه استجبت لكم الحكومه خصكم ترجعوا للاقسام ديالكم، رجال التعليم باغيين يسحبوا النظام الاساسي اللي احادي اللي كيستند لاحد القوانين التي انت زكيت مرورها اللي هو القانون الاطار 51 على 17 اللي طلب فيه بن كيران استشاره من المجلس الأعلى للتربية والتكوين، أنت موجود فيه وقمت بتمريره، وأنت من الآباء الذين مرروا
ضرب المجانية، فهمت؟ دابا انت من مسؤوليتك ماشي تقول رجال التعليم رجعوا للاقسام ديالكم بلا حقوق، فهمت؟ من مسؤوليتك حنايا نطالبوا بسحب النظام الاساسي، وانت تطالب بسحب القانون الاطار المشؤوم، فهمتوا؟ فهمت؟ كذلك الخرجات ديال الوهبية، اننا حنا باغيين الوهبية راه ديال، وحنا رانا غير كندافعوا على حقنا، ما كنديروا لا ثورة ولا، وما كنعارضوا حتى واحد، حنا كنعارضوا السياسات التعليمية والاختيارات التعليمية، الاختيارات الاجتماعية في التعليم. حنا بحكم كنتميو للطبقة المتوسطة، دابا الطبقة المتوسطة تتعرض للاندحار، فهمت؟ والطبقة المتوسطة هي صمام الأمان والسلم الاجتماعي، هذا هو فين خصكم والدولة الاجتماعية المشروع الملكي يشملنا، فهمت؟ فهمتوا؟ إذا بالنسبة لهذا الرئيس ديال الفيدرالية، خصك تطالب بسحب القانون الإطار الذي زكيته. كاين جوج ديال النقابات اللي رفضت القانون الإطار، الإفنو رفضته في الشارع لأنها ما بغاتش تكون عندها تمثيلية في المجلس الأعلى للتربية والتكوين، لأنه مجلس شكلي كاريكاتيري باش يدوزو اللي بغاو فيه، فهمت؟ وممثل الأكاديميين ديال التعليم العالي انسحب، الشيء الآخر كلشي زكاه. النقابات الخمس الممثلة في المجلس الأعلى للتربية والتكوين، معاهم حتى النقابة ديال العدالة والتنمية، مرروا القانون الإطار المشؤوم. نتايا كأب خصك تطالب بالسحب ديالو، وحنا رجال التعليم عندنا نقطة مركزية، سحب كل القوانين التراجعية. هنا غادي نفوت الموضوع الثاني اللي هو النظام الأساسي، تجميده، ما كانش بعد هذا مصطلح غير موجود في القانون، وحتى الا بغيتو تعلقوه وما تصدروش المذكرات التطبيقيه ليه الى اخره، الا بغيتو تعلقوه راكو دوزتو جميع القوانين التراجعيه التي توجد في ديباجته، فهمت؟ اذا نتايا غادي تعلق النظام الاساسي ما تطبقوش، ولكن غادي تطبق فيا القانون الاطار اللي هو مرجعيه ديال هذا النظام الاساسي المشؤوم، غادي تطبق فيا دوك المراسيم دوك الانظمه الاساسيه ديال اطر الاكاديميات الذين فرض عليهم التعاقد في ديال الاكاديميات، هذاك راه حتى هو بين المرجعيه، غادي تمرر عليا راك داير من بين المرجعيات الدستور المادة 31 التي تضعف الحماية الدستورية والقانونية للحق في التعليم، فهمت؟ إذا حنا عارفين بأن هذاك النظام الأساسي ما هو إلا تتويج لسلسلة من القوانين التراجعية التي امتدت من 2005 على الأقل إلى 2023. حنا راه حتى حنا عارفين القانون وقاري القانون ومخرجين من كلية الحقوق، فهمتوا؟ إذن إلغاء داك الوثيقة اللي كتسميوها النظام الأساسي يقتضي إلغاء القوانين المؤسسة له، فهمتوا؟ حنا باغيين قانون او نظام اساسي جديد فيه نقط اساسيه، فيه اولا المعايير والمرجعيات الدوليه اللي وقع عليها المغرب واللي خاصو يوقع عليها، خصنا اتفاقيات منظمه الاعمال الدوليه، اتفاقيه 151 ديال الموظفين، شكون هو هذا الموظف، ما هي مهامه، ما هي حقوقه، ما هي واجباته، كاين معايير دولية ما موقعش عليها المغرب، لويتي وهو عضو في هذه المنظمة الدولية.
أيضا الاتفاقية 87 الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011 واللي جابتها حركة 20 فبراير المجيدة. إذا اللي كتضمن الحريات والحقوق النقابية الحريات النقابية والحقوق الديمقراطية لرجال ونساء التعليم، واللي على رأسها الإضراب والحق في التنظيم النقابي. الحق في التنظيم النقابي، حنا نقابة الاف ان ما عندنا أكثر من نص ديال الفرع ما عندهاش وصل الإيداع القانوني. وزارة الداخلية ما كتبغيش البشاوات، والقياد ما يبغيش يشدوا علينا الملف القانوني. حنا ممارس علينا الحظر العملي في الساحة، وممارس علينا الحظر القانوني أيضا. أفنى ما كانش الحريات النقابية، والسيد رئيس الحكومة اللي مفروض فيه يحترم الفصل 42 من الدستور اللي كيضمن الحريات والحقوق ديال الافراد والجماعات، فهمت؟ كيحترم وكيقصي الاف ان او، ما كيستدعيهاش، وهي من النقابات الاكثر تمثيليه. وكيقصي التنسيقيات في القانون الدولي للحقوق الشغليه، منظمه العمل الدوليه ما كتهضرش غير على التنظيمات النقابيه، كتهضر على التنظيمات النقابيه وكل التنظيمات التي تدافع وتمثل مصالح العمال. إذن بالمرجعية الدولية خصك تتحاور مع التنسيقيات. ودابا السيد رئيس الحكومة عندك سميتو، عندك موازين قوة جديدة، وعندك تمثيلية جديدة. الصراع فرز لك ناس أخرين مخاطبين، خصك تخاطبهم، راهم حتى هما مغاربة وحتى هما عندهم حقوق، وتا هما كيشكلوا لك حراك، فهمت؟ إذن خصك تستدعيهم وتستقبلهم وتسمع لهم. وأنا كنطالب هاد التنسيقيات والإف إن أو، التنسيق الوطني والتنسيقية ديال الأساتذة ديال التأهيلي والتنسيقية الموحدة، كنطلبكم تمشيو عند وسيط المملكة، الوسيط لو ميدياتور ديالنا اللي كاين في الدستور، وغادي تعطيوه الملف المطلبي ديالكم باش يمشي للحكومة ويقدم لها الملف المطلبي ديالكم، ويجمعكم بين الحكومة والتنسيق الوطني والهيئات الأخرى الممثلة لرجال ونساء التعليم. بخصوص المذكرة اللي غادي تسحب النظام، اي قانون كيخرج في الجريده الرسميه كيدخل في السجل التشريعي ديال البلاد. ما يمكنش تقولوا لنا باللي راه ما يمكنش واحد وزير ولا حتى رئيس الحكومه باش يجمد واحد القانون فيه متبوع في الجريده الرسميه، متبوع بان الملك يامر بتنفيذ القانون، فهمت؟ ها المداخل الدستورية، واش التلاعب؟ واش كتلاعبوا بينا حنايا؟ كتستغلوا الأمية الدستورية والأمية القانونية، فهمتوا؟ رئيس الحكومة ليس رئيس السلطة التنفيذية، هو رئيس حكومة فقط، هذا لقب هرطوطي في الدستور. رئيس السلطة التنفيذية هو الملك، والملك في الفصل 42 من الدستور كيحمي الحقوق والحريات ديال الافراد والجماعات. حنا رحنا جماعه دابا ديال المعلمين 300,000 ولا 320، والاسر ديالهم 7 مليون ديال التلاميذ. هذه حريات وحقوق كيحميها الدستور انطلاقا من الفصل 42. اذا انت ما عندكش السلطه التنفيذيه، السلطة التنفيذية كاينة في مكان آخر، وبالتالي حنا كنطالبوا بسحب هذا القانون المشؤوم، ويدار قانون جديد فيه المرجعية الكونية الأولى، معايير دولية، معايير ديال اليونسكو، معايير ديال منظمة العمل الدولية، وعاد كتجي المعايير الوطنية، الدستور،
القوانين الأخرى، ونستبعدوا القوانين التراجعية كاملة. هذوك 12 نظام ديال الأكاديميات واش راه يدير تما؟ باغيين نتعمموا التعاقد، كتقولوا لنا ما خرجناش رجال ونساء التعليم من الوظيفة العمومية، وراكم خرجتونا من الوظيفة العمومية، خرجتونا، كيف ذلك؟ أولا حنا أصبحنا غير مستخدمين أو موارد بشرية، ولا كيجي السكوري يعني وزير التشغيل يتحاور معانا، فهمتوا؟ ماشي وزير التربية. الناس خرجوا تقاعد 43 عام خدموا، خرجوا التقاعد هذا العام، شكون هو اللي وقع لهم لا ديسيزيون ديال لا روتريت؟ هو مدير الأكاديمية بصفته الآمر بالصرف، هو تريزوري جينيرال، فهمتوا؟ ماشي وزير التربية وماشي وزير المالية. معنى هذا نعطيك أمثلة أخرى، القانون المالي ديال 2000 هذا ديال 2023 واللي جاي، فيه القانون المالي ديال 2023 فيه 350 منصب مالي تعليمي عمومي، وفيه 20,000 قانون، فيه 20,000 منصب تعاقدي، وديال 2024 فيه المشروع اللي مازال ما تصادقش عليه واللي غادي تصادق عليه نهار الاثنين، نتوما اللي غادي ديروا الاجتماع تاع نهار 7، بحال داك النقابي اللي جاي ديال الاف دي تي كيقول لهم راه غادي ياجلوا التصويت على القانون المالي. القانون المالي راه عنده طبيعه خاصه، الحكومه هي اللي كتحكم فيه الاولى، البرلمان واخا يصوت ضده يطبق ريت ما يزكيه، فهمت؟ الفصل 77 راه باين في الدستور في العلاقه مع القانون المالي. المشروع ديال 2024 فيه 375 منصب مالي عمومي في التعليم، وفيه 20,000 منصب ديال التعاقد، معناه ان الموظف العمومي في التعليم في طريق الانقراض، يعني تعميم التعاقد، وهذا التعميم ديال التعاقد وهذا التخريب ديال القوانين ديال والأنظمة الأساسية باغي يكمل بديال الداخلية وبديال الجماعة الترابية إلى آخره، وغادي هذاك النظام الأساسي العام ديال الوظيفة العمومية ديال 58 زايدين وكيقوضوا فيه حتى ما غاديش يبقى، فهمتوا؟ هذا هو الهدف، الهدف هو ماشي غير ضرب الموظف العمومي والوظيفة العمومية، ضرب الخدمة العمومية، هذه هي النقطة المركزية، سلعها وبيعها للقطاع الخاص، فهمتوا؟ إذا ما تضحكوش علينا بأنكم جمدتوا القانون، القوانين المؤسسة له، المرجعية ديالو، راه باقية حية. واللي هي اللي تراكمت قوانين تراجعية بين 2005 و 2023 خصوصا القانون الإطار. قانون الإطار راه بحال شي دستور، خصكم تعرفوا المواطنين ويا المعلمين. إذا حنا ما غاديش، خص سحب هذا النظام، سحبوه ويدار نظام قرب معايير جديدة دولية ووطنية، وفيه جميع الحقوق، فيه جميع الحقوق اللي كانت مكتسبة يجب تكريسها، اللي سرقتوها وقطعتوها منا ترجع لنا، وتأكد وتكرس القانون وفي إطار الوظيفة العمومية. وهذاك الاتفاق ديال 14 يناير اتفاق قطاعي، ما يمكنش يلغي واحد الاتفاق اخر سبق اللي هو اتفاق 26 ابريل 2011 واللي فرضته موازين قوى ديال الربيع العربي والمغاربي ديال حركة 20 فبراير في هاد البلاد، واللي التفت عليه حكومات الإسلاميين في 10 سنين بتواطؤ مع النقابات. سير غوي اللي كاين فيه وجود خارج السلم والدرجة الجديدة راه باقي داك المحضر ديال اتفاق 26 أبريل، راه فيه داكشي، وراه هذاك الاتفاق 14 يناير باغي يلتف على مطلب خارج السلم،
مطلب خارج السلم والدرجة الجديدة كيهم المدرسين والفئات التعليمية كاملة. خصو يطبق الحكومة إلا كتحترم راسها وكتحترم ميثاق الأخلاقيات اللي دارتو في 30 أبريل 2022 ديال الحوار الاجتماعي، أخلاقيا وسياسيا وحقوقيا ودستوريا خصها تطبق الاتفاقات السابقة المركزية. عاد نهضرو على الاتفاقات اللاحقة، فهمتوا؟ هذا هو اتفاق 26 أبريل، كيهم 210 ولا 220 ألف رجل ونساء التعليم بما فيهم المتقاعدين، فيهم 167 ألف مدرس ومدرسة وملحق كيشتغلوا اليوم، وفيهم 45 ألف رجل تعليم متقاعد ونساء التعليم. هادو كلهم كينتظروا إنصافهم وفق اتفاق 26 أبريل 2011. والغلاف المالي شحال؟ هادو 220. كاين المتعاقدين أو الذين فرض عليهم التعاقد، وكاين المقصيين. هادو هما جوج فئات كبار. المتعاقدين كيطالبوا أو الذين فرض عليهم التعاقد كيطالبوا فقط بالإدماج. هذه لا تكلفك السيد رئيس الحكومة ولو درهم واحد. ثانيا، هذوك المقصيين متقاعديهم ومزاوليهم 14 مليار درهم، قسمها على عامين. ها هي عندك اليوم 9.5 مليار درهم اللي قسمتها بطريقة مخزنية، وزيد العام الجاي. احنا نعطيوك الحلول، كل شيء باين باع الاثر رجعي، لان الناس راكو خرجتوهم، الناس خدموا 40 عام وخرجتوهم 7000 درهم. واش دابا هذه دوله؟ واش رئيس حكومه سابق بن كيران ما عمرو شارك في شي صندوق ديال التقاعد بولو بدرهم وكيدي، وخرب التقاعد ديال الاف بل ملايين الناس، يعني المتقاعدين واللي ماتوا وداوي حقوقهم الى اخره، خرب الصندوق ديالهم، خرب التقاعد ديالهم، وهو داي تقاعد ديال 7 مليون. ماشي عيب